ديدو شت. شوف انت خدام وعندك حانوت الله يبارك ومازال ما تزوجتش باديدو. تروح تتزوج يقول لك لازم تكون خدام وعندك سكنه، تروح تحوس على السكنه لازم يكون خدام ومتزوج، تروح تحوس على الخدمه باش تجيب فيش دو بي باش تجيب السكنه، يقول لك ها لازم يكون متزوج ومعقب بالعسكر. زي فكرتني انت اليوم تخرج. علاش؟ مو زيد ليله واحده انسبكتور وش بيك؟ قلنا لا لا والحومة كامل البلاد كاملة تزاير كاملة فاهمة باللي انت ورحت تزوجت بعجوز على جالك واحد انت مهبول قالوا تزوج شو مرتي شو شو الله يبارك شو 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 صورت مرتي وش يدير عندك باديدو انا اهضر معاك وش يدير عندك صورت مرتي شوف يا واوش تخرجي باديدو من الحانوت وانا ندخل نسرق لك الكونطرا لازم يحكموني نسرق باش ندخل الحبس راك سير ودي سير الحبس انا راني عام نروح للحبس حل الباب الله يسجيك خاول يا ولد حلا فاميك جدودة يتسنى فينا اه عبدو اه شوف لي صاحبي وش من سيري الله يمبلوك يا شوف لا لا ها ما قلت لكش قلت لك جي في صلي سلكنا صح انا سلككم صح انا وش لازم ندير دوك هو يدخل يسرق الأمانة يعطيها لك وانت تعس عليه بيزو تبدا تعيط الجيران يسمعوك روحوا يعيطوا لابوليس بيزو يعيطوا لابوليس يجوا يحاكموه يدوه بصح هذا ماشي رجله وانا علاش خيرتك يا فيصل الحقيقة تعرفها اليوم عمي ما تفهموش معناتها فيصل ها ما تسقسينيش علاه لا جامي علاه نسقسيك لا 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 والله كي سقسيتني ما انا نقول لك راني في ميسيون عمي ميسيون ميسيون امبوسيبل انا اللي غلقت الباب على روحي حبيتو زوجوني بلا تاعكم انا عندي كلمة تاعي طونطون انا عم شفت شحال خلصوك نعطيك الدوبل سلك لي برك حبسو كيما راكم الو حبيت نكوموندي 200 محجوبه تي سويت يعطيك صحه مدام يا اخي كي رايحه طولي هاي راحت انا بقيت غير انا اللي هو يسمع عبدو اخرج تو سويت نو ما لقيتو عساس دوك عس انا عناس انا عناس على براكاج الايطاليان سلام براكاج الايطاليان قول لي برك حنا لابوليس ولا سراقين باش نفهم ما تعينيش يا فيصل يا حبابك قلت لك ياك انت يا احكمني وعيط لابوليس هذا كاع كي نقول لك اكسيون برك اوكي اكسيون لابوليس اكسيون لابوليس ما كنقول لك اكسيون لابوليس اوكي اكسيون لابوليس بون راهو غاضني مسكين ماشي نتوما ندير لكم افير ما نقدر ندي بانيكم المشكل نتاعكم مشكل تاع عاطفه ماكمش حاسين بيه خلاص هو مش حاس بيكم شوفوا ندخلكم لداخل وهو نخرجوا لبرا ونغلق عليكم لداخل هكذا باش تحسوا بيه بيان ويحس بيكم بيان وترجع العلاقات اوكي هيا هيا مقابلين هاي هيا عبدو روح من نروح شفت واش دار فيا باديدو خو ها اللي حط لي في تصويره مرتي يعلق فيها في الحانوت زير قاعد تشوف فيها ما كان يحرمني ولا عمبت له راه في الانجليز اخو ما سكتناش صح قول ما قدرتش تحلها سكتنا يا حبابك سكتنا طنطن ميرسي جيت كام ربي يسهل يعني يا حنت كريمة ايه اوه كريم لازم نحتيوه او حاس بينا او حاس او حاس انا حاسين بيكم انا حاسين بيكم دوك هقول لي شحال عندك وانت تسرق حياتي كاع اسكت هو واش عيطت لي على بالها علاش عيطت لي عيطت لي باسكو انايا بروفيسيونيل تيليكوف عطيني شو دالتي؟ وش مدالتك يا ودي؟ هذا بلاي ستيشن هنايا نلعبوا ولا وش بيك؟ انا خطره في الانجليز نمشي مع مرتي كيت تمشي سرق لها الصبع انا مع اللي حكمتو دات شغل ضربو كار اسكت اسكت عس اسكت شوف الاولى حط ودنك الدوزيام لازم تحس الروازيام كي تحس البروده 5 دوغري
تبدا تحل الكوفر. واش على بالك فيهم اكسيون هذا؟ اسكت اسكت. اكسيون اكسيون تما اكسيون. سرا سرا يا ودي سرا. انا مانا يا فيصل انا مانا سرا. قولي شفت مليح راك سير باللي حاجه ما تخصك؟ يا ودي واش راني نديو لي انا؟ عندي غير الخرده اللي هنا في الحانوت. انا البروبليم اللي راه قاتلني كيفاش يجي يسرقني انا بالذات؟ والله غير صح ما تحشمش ها كبير وتسرق. توحشناك في الكوميساريه. سكات صبتها شاف لا شازي الكتريك على حساب الخيوط كشراهم قطعين. يظهر انه المتهم خلى الضحيه تاعو حوالي 20 دقيقه في الكرسي الكهربائي. على هذيك ما رناش نصيبوا الاثار تاع الدماء. والدليل الاكبر في هذا الشيء ما كاش لي طراس كيما راك تشوف. معناتها المتهم ما استعملش سلاح سواء كان رصاص ولا سلاح ابيض. الحاجه الثانيه اللي اكتشفوها من هذه الخيوط هو انه المتهم مات مسروع، يعني اتغاشى قبل ما يموت، وهذا اكبر دليل على الشيء. بالطبع المتهم ما دارش واحد الحاجه في راسه، كي تجي الشرطه تصيب اكبر دليل على الادانه ديالو. سبحان الله كيفاش جاتك الفكره هذه؟ اينشتاين جزائري سبحان الله. والله ما تحشم عندك فاتشه وتقابل بها ها تهضر لي على الخيوط تاع تريسيتي ها لقيتهم في الارض وزيد تقابلني وتقول دليل ما تحشمش ما عندك حق. شوف نقول لك حاجه واحده لا بروشين فوا ما نسحق حدير حتى حاجه حتى نقول لك امشي. شاف قلت لي ما تتحركش حتى نقول لك امشي امشي ما تقلقليش كل يوم امر جديد شاف كل يوم تقول لي حاجه جديده. غادي يدونا رجل عليك نورمالمون زعما لو كان ماشي انا لا مانا يدوها لك نورمال. واش من امانه انت فهمي؟ لا مانا لا مانا لا مانا وي وي لا مانا هاي لا مانا واش ما كاينه حاجه برك ما تعاوديش تبحريها. ما تخافش باش ما نعاودوش الحكايه من الصغر. يا ودي ما تخافش اللي قلت لك راهي عندي. وهاك بصح وشنو كاينه حاجه برك باديدو ما لازمش يعرف. وانا ريسكيت على جالكم عواوش. يا ودي سرك في بير. بصح شكون على جالكم؟ على جالكم توما. انتوما انتيا ولا مانا؟ ها. يا درا. ما زعزعتي لي قلبي كي قلتي لي روح جيب مرتك. انا مع اللي دخلت للحانوت واش نلقى؟ نلقى مرتي مقابلتني وتشوف فيا وعينيها مغرغرين بالدموع. شو مازالهم ها؟ واش تقول لي؟ قالت لي يا ودي كيفاش تخليني تخلي كاع الرجال اللي في القصبه يقعدوا يخزروا فيا؟ اي باسكو يجوزوا عليها. وهذه التصويره تاعها تحبي تعلقيها هنا ولا تعلقيها وين؟ هذا في الفراش تاعك عواوش. اليوم درت هاد لا ريونيون على لي كوميرسون تاع الكارتي. تما اللي ما عندوش كوميرس يسهل. هاياكم سمعتوا بودنيكم اللي ما عندوش كوميرس يسهل. لاي جو فيتر بلو كلير. اللي ما عندوش قهوه ولا حانوت ولا طابله يخرج. هيا دوكا حتى تبهدلكم وتخرج فيكم اسمه وتخرجكم برا نورما قدام الناس. هيا دوكا ولا نقول لك قولي اس مديره خرجي. هاي هاي فيصل وي اخرج. ما نخرجش انا حتى نعرف اسمه. وين نخرج هذه؟ دوك نعرف اسمه شكون؟ فيصل. واسمك؟ فيصل. فيصل برا. تما تقولي لي من بعد بيناتنا بعد تقول لي شكون؟ انا على بالي شكون صح ومن بعد نقول لك شكون. انا في راسي انا. يما البيبو تاع وليدي يا يما. وطروت؟ لا لا يا وليدي. هذه يسموها الطريقة الربح. هكذا باش كيشوفوا الناس راسك يعرفوا بلي ما عندكش القمل. واش بها الكرباطة؟ قصيرة؟ لا لا ما قصيرة ما والو. شوف دوك نغلق لك الفيستا هكذا. ها هكذا ما راهيش تبان.
ياي مع البوبو تاع وليدي يا يما، على بالك فكرني في بابك الله يذكره بالخير. شوف المهم على بالي هذا النهار الاول ديالك، بصح معليش يا وليدي حل مخك واسمع واش يقولوا لك ياك، كونسونطري هذا مالك. هيا ربي يسعد. لا 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 وليدي العزيز، انا قلت وليدي حابس بعيدش، وليدي يفهم وقافز. الله الله انت كي تحب تفهم تفهم الله يبارك. هيا هيا وليدي هاي. ميكي بو على ميكي بو. شوف ماشي حاجه واعره، تعرف واش نديرو دوك؟ انا العشيه نسجلهولك وكي تجي في الليل ان شاء الله تشوفو ياك. هيا روح وليدي. بو انا لازم تعرفوا بلي قبلوني في واحد الكلوب، كلوب تري 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 بريستيجيو، نورمالمون ا 99% راني مقبوله. نعرفوا نجم بقطب، الاخر اتحاد الساحلي، الاخر جبهه القبائل، مولجة الجزائر، اتحاد الجزائر، جندوبه، صفاقس، تعرفيه؟ اسكت علينا يا حباب. صح دونك هاد الكلوب واسمو اف في تي اخ. نعرفو جاي في القسم الثاني في فرنسا، نجي معاك وانا نجبد هذوك البالون كي يهرب من جوا. يا بكام يا بكام يرحم بابك، اسكت علينا. انا بقالي 3 ايام في هاد الدنيا، ماذا بيا ما نقعدش انا نكملهم هنا. صافا يا وليدي يا وليدي، حد واش ندير معاك؟ ها غدوه انا تغيب عيني، كيفاش راك رايح دير بلا بيا؟ تزوج تقعد في الدار؟ ايه مليحة، تغسل المواعن، تنشر الحوايج. ايه لا لا ربحت على عواوش. ايه مليح وتكنس قانيت. ايه الله الله المسيح زين. ايه ملا تولي راجل تاع الدار. ايه وينك رايح؟ وينك رايح؟ اخرج عليا اخرج عليا. لا لا تربح، اخرج اخرج عليا. لا لا تربح. هاد الكلوب اف في تي اخ سي بور لي فام فريمون تري ريش، ماشي عفسة فرحة هادية. وي فرحانة، شنو المفيد خديتو؟ المفيد راهم جايين يشوفوني هنا في الحومة هكا، وانا حبيت نرجع الحومة بلو بريزونتابل. يعني تسمى إذا فهمت مليح المعنى نتاعك وليتي تحشمي بينا، هذه هي. علاه كتنرفا وانت عندك القلب وديابات والسكر وقريب تموت؟ علاه ميموا؟ أنا اللي نقول لك برك حبيت الحومة ترجع خير. باغ إكزومبل نعطيك أن إكزومبل، نعطيك أن إكزومبل. لو كان باغ إكزومبل جو اللي راهي قدامك تلبس أون بتيت جوب، علاش أنا علاش مشي بيكام؟ على بالي ما راكم فاهمين فيها والو. الله غالب عواوش كرهت لحياتي، لو كنت كمل هكذا تخرجني من الحانوت. سي بور سا جبت لها خالد يخدم معايا لهنا باش تسكت عليا شويه. خالد نروحوا لها حبه حبه هكذا نكتشف قدراتك ونشوفوك واش تقدر دير. بصح شي السرقه هذا اللي راك لابس. معليش بيكام دادو نعطيك المهمه ديالك. بيكام انت باغ اكزومبل في القهوه ديالك ماذا بيا ما نلقاش الكارطه، ما نلقاش الدومين، نلقى شويه ثقافه. نحب كي ندخل في القهوه ديالك ما باليش نحس ثقافه، نشوف كتابات، نشوف لي دوكيومونتير، نشوف نحس. صافي زيد صورتك فوالا هكذا تبان دي بانور برومي دوغري. دوك نشوفو واش تقدر دير. ها شد شد في الكارو بينا بلي بيان تاي بيان. عمي موحى لحق لي، عمي موحى انت باغ اكزومبل مليح لو كنت توجد لنا عفسه مودرن. مودرن ها مودرن، هذا قاعد يطلب بزاف وقت ولا ما على بالك. هاي خلينا من ميموحة خذ راحتك، انا نقاديهم لهنايا داكوغ، وكي يكونوا واجدين اعطوني سينيال نخرجوا. واش شنو معناها السينيال؟ زوج ثلاثه بارتي فو. سينيال كابوس بحر بكام تعرف تصفر. صفر
اوكي بون ليجا ما بقاش بزاف الوقت نروحو نوجدو روحنا باش كيلحقو يلقاونا هكا نشل 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 ويروح هيا 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 وصلنا وصلنا ما بقاش الوقت انا ما عنديش دقيقه برك شكون هذه اللي كنت ماني عليه فيصل بيكام اسمع انتيا ترفد لاكاس وتريبوندي على التليفون ما نقول لك هز لاكاس برك عرفت نخير انايا على بالك خير كبير راه جايني انا وياك غادي نطيرو سمحوا لي على الفاصون اللي جبتكم بها والاجراءات اللي خديتهم باش ما تعقلونيش خالد خير كبير راه جاني من عندك النمر المقنع اون بيرسون دقيقة وين كنت؟ وين كنت من الصباح؟ وين راه عبدو؟ شكون هذا عبدو؟ بوح ليا بوح ليا We'll be right back.